صباح الخير، يسعد صباحكم. بالبداية طبعا بدنا نهنيكم على الإنجاز بالمعرض، وممكن تخبرونا عن مشاركتكم وكيف كان الحضور السوري؟ يسعد صباحكم للأخوة المشاهدين اللي عم يتابعونا. طبعا المشاركة كانت كتير حلوة، 11 دولة المشاركين من ضمنهم سوريا، تقريبا احنا أكبر جناح بعد إيران. الجناح السوري كان بيشمل العديد من التحف والسوريات واللمبادرات، أنا شاركت فيهم، حتى الشمعدانات والأيقونات واللوحات الفنية السورية والمجسمات، حطينا أشياء كتير حلوة بما يخص النحاسيات، وأصدقائنا كمان حطوا بموضوع علب الهدايا كان للسيد عمر حمودي، كان وعربات الضيافة واللمبادرات، حطينا بخور لأول مرة سوريا بتشارك بمنتج البخور باسم صديقنا يوسف العمري، 45 نوع من البخور، هو ما له اختصاصنا ولكن نحن كثير نزلناه وعليه اقبال رائع، يعني حتى فيك تقولي سبقنا الهنود بهذا الموضوع. الصابون الغار الحلبي، وفي منتجات كمان بالصابون اللي هي دمشقيه كمان حديثة العهد، في عنا المنتجات كمان الآلات والأعواد الموسيقية اللي ساوينا جو رائع كتير حلو بصديقنا علي خليفة وصديقنا فراس السلكة كشوخة كار، كمان حتى بما يخص الحلويات كمان جناح كبير للحلويات، المواد الغذائية كمان شركة الأحلام كمان فايتة بجناح كتير كبير وعليها أقبال رائع. الحقيقة كان جناح رائع ومتعدد، و تلاقيتي دمشق المصغرة موجودة ببيروت. نعم، يعني هذا أحلى تعبير إنه فعلا دمشق مصغرة. نعم. ننتقل للأستاذ عمر، بدي أقول لك أول شيء ألف مبروك على الجائزة. خلينا نحكي عن مشاركتك، كيف كانت، نحكي عنها بالتفصيل، وأيضا قديش كان الحضور السوري قوي وموجود، فعلا أثبت نفسه. هلأ نحن بمعرض بيروت مير إكسبو، اللي تفاجأنا فيه نحن وفعلا زهلنا انه كان الجمهور اللي عم يجي يشوف منتجاتنا كان عم يجي بعدد كبير، واللي كان بالجماليه اللي اكثر كانوا عم يشوفوا المنتج وعم يحكونا على احيائنا بسوريا وبدمشق، وعم يحكونا عن تراثنا القديم وحرفتنا القديمه، وكانوا عم يتباهوا فيها وكانوا كثير مبسوطين منها، يعني كان في لنا اقبال كثير موجود بهذا المكان. هلا بس بدنا ننوه، طالع صور من المعرض والشهادات. نعم. اللي حصلوا. نعم. عليها. نعم، فنحن كنا كثير يعني سعداء بهالامر، حتى كان اذا اجينا احد الاشخاص حتى يشوف المنتج تبعنا كان يوقف معنا فتره طويله، وهو عم يمدح مديح لنا كسوريين نحن، وهذا الشيء كان كثير نحن يعني مبسوطين فيه وشايفين حالنا فيه، انه نحن كنا بهالمعرض الدولي هذا اللي كانت مشاركه فيه 11 دوله، وكان المعرض كثير يعني في كان يعني عارضين كثير، وهيك شغلات كانت كثير حلوه رغم المنافسه الكبيره. رغم المنافسه. نعم. طبعا كان في مثلا كان معرض السجاد الايراني كان فيه 24 قسم. نعم. للعرض. نعم. كان في من دول ثانيه، من دول كثير كانت مشاركه بالعروضات، بس كان نحن مميزين دائما وكنا بالصداره دائما، لانه كانت النظره لنا يعني كثير حلوه، كان حتى بمعروضاتنا وحتى باسمنا كسوريين. نعم. حتى كانت روسيا، وفي عندك تنزانيا، وفي السنغال، وفي عندك العراق، وفي قبرص ومصر وتركيا. نعم. كمان هلا المعرض هو يعني فرصة لإظهار وجه سوريا الحضاري والتاريخي عبر. نعم. المنتجات السورية. هلا ممكن نحكي عن الجوائز اللي أخذتوها، الجائزة الأولى والثانية، وكيف تم منحكم إياها؟ طبعا نحن في عندك استطلاع للرأي، يعني كان في عندنا في كثير محطات هنيك تلفزيونية، وفي عندك إدارة المعرض موجه لهم كل التحية، اللي استقبلونا أحلى استقبال، وطبعا نحن منتجاتنا حكت عنا يعني. هلا في عندهم استطلاع للرأي، أكثر جناح مزدحم، كيف طريقة العرض، كيف طريقة البيع عم تكون كمان بشكل مباشر، كمان اليوم عندك في فن اسمه فن البيع، الماركتينج هلا هي مادة بتدخل بعالم التدريس يعني. اليوم الاستقبال كمان وشرح القطعة، يعني أنت وتشرحي عن قطعة، فرضا قطعة من وحي التراث، أنت بتشرحي لهم عنها وبتستقطبي الناس، بتشرحي بشكل جيد والناس عم تسمعك، يعني أنت ما بيملوا من شرحك انت عن القطعه، لانه احنا مصنعينها، انت في المراحل اللي عم تمر فيها بكل هاي المراحل عم تشرحيها بشكل جيد، المستمع عم يسمع بشكل جيد وعم يصير اقناع انه هاي قطعه يعني فيها هاند ميد، يعني القطعه اليوم اليدويه بتختلف عن القطعه التصنيع الالي، وفي بالنهايه لقينا وعدونا انه قبل بيوم لكم تكريم بكره وان شاء الله رح تحصلوا على المراتب الاولى، وهذا بجداره مطلقه وبشهاده منهم يعني. نعم، يعني اكيد
أكيد سمر، ومثل ما منقول أنه أروع شيء فعلا التعريف بالصناعات اليدوية السورية نعم. العريقة، يعني مئات السنوات خلينا نقول، وكثير من التعب كبير. والجهد على هي الأعمال بمختلف أنواعها. اليوم حابة أخذ رأيكم بموضوع أنه فعلا خلال الأزمة كان كثير في من النداءات لأصحاب شيوخ الكار للحفاظ على حرف معينة، إن كان من الاندثار، إن كان حتى توريثة لأبنائهم وغيرهم من الشباب. فأديب فعلا بتشوفوا نجحتوا بهذا الشيء إلى حد ما، شو أنتوا بحاجة لإله لحتى تحافظوا على هي على هذا التراث وهي الحرف؟ نبلش من عندك أستاذ. لحنا موضوع اللي بتعرفي في ناس بالحرب الظالمة تركت البلد، راحت منشآتها، هذا مو بالضروري يكون ضد البلد، بالعكس هذا مع البلد. وكثير من الناس لحنا والأخبارية السورية لها دور كبير، لحنا بمعظم لقاءاتنا عم نناشدهم، يعني تصور احنا بعد ما نطلع من الاستوديو بصير عندنا تواصل، كيف احنا بدنا نرجع شلون الأمر عم يتم؟ احنا بحاجة كل واحد حرفي، بحاجة كل واحد شيخ كار، لأنه هي العجلة الاقتصادية بدها تدور بهدول المنشآت الصغيرة متناهية الصغر، لأنه في اهتمامات كبيرة من الدولة وفي دعم مطلق. وهلا احنا عندنا بحاضنة دمشق الحرفية، يعني غير انه الدعم كبير من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، كمان السيد لؤي شكو المدير التنفيذي للحاضنة باجتماعنا الاخير اعطانا مفاجآت، هالمفاجآت انه اهتمامات السيد المحافظ بهذا المشروع التنموي الوطني، انه في عنا اهتمامات كبيرة بأنه يساوي لنا الشوارع يزفتهم بطريقة حضارية، وكمان تواصل مع مديرية الزراعة لمشروع التشجير حوالين الحاضنة. ونحن كنا بين يومين بكل الأعضاء المكتتبين بالحاضنة الحرفيين وشيوخ الكار، حتى مع السيد عصام الزيبق رئيس اتحاد دمشق، مشروع زراعة الأشجار. وصل الخبر لكل الناس انه كل واحد فينا عم يزرع شجرة، هاي شجرة المحبة، شجرة الزيتون، شجرة السلام، انه كيف لحنا بدنا نزرع ونحصد. ما بيكتفي موضوعنا انه والله هذا المشروع التنموي اللي عم يضم تعليم الحرفي، وفي أكاديمية الأسد للتعليم الحرفيين ومعنيين بهذا الموضوع، أبناء الشهداء وجرحى الحرب وذوي القدرات العالية من ذوي الاحتياجات، كلهم معنيين بهذا الموضوع لتدريسهم وتأهيلهم ونورسهم بهذا المشروع التنموي الحضاري الكبير اللي أول مرة حيفتتح قريبا بسوريا. هلا اذا نحن بدنا نسال اهميه التواجد السوري بالمعرض والرساله اللي حبيتوا توجهوها، شو هي؟ نحن تواجدنا كان قوي جدا بالمعرض، وكان مثل ما تفضلنا وحكيت قبل شوي انه كان في عنا اقبال شديد بالنسبه لزوارنا اللي كانوا يجونا على المعرض. ونحن هلا نتمنى نحن عنا ببلدنا الحبيب، ببلدنا سوريا الحبيب، نتمنى نحن من كل انسان بمكان عمله يكون حرفي ويكون بمكان عمله عم ينجز ويقدم لهالبلد، حتى نحن نطلع من غبار الحرب اللي كانت على الحرب الظالمه اللي كانت علينا واثرت كانت شوي، بس نعتبر انه هي غيمه ان شاء الله ومرقت عنا، ويعني ان شاء الله بنطلع تسطع شمس جديده علينا، وكل واحد ما كان عمله ينجز ويقدم مشان نكون نحن يعني دائما بالصداره، لانه فعلا نحن النظر علينا يعني كثير نظره العالم علينا الى معنى كسوريين، نحن لانه ناجحين باي مكان نحن عم نطلع الاول والناجحين ان شاء الله بالصداره دائما. هذا الشيء اكيد استاذ عمر مفروغ منه، انه السوري فعلا بيثبت نفسه باي مكان باي مهنه هو فعلا بيتقنها. اليوم خلينا نحكي عن هي الاعمال الموجوده معنا، استاذ عمر اشرح لنا شوي عن هي القطع، بنشوف فعلا الوان مميزه بتختلف بين اللي عم تعطي طابع قديم واللي عم تعطي شيء ان كان بين التراثي وان كان شيء الحديث. هلا احنا كان من سابقا من زمان كانوا يشتغلوا مثلا بالطبيعه الحال ما كان فيها التقنيات اللي كثير موجوده كانت الحرفيين بالنسبه للخشب بالنسبه للنحاس للشغلات. اليوم نحن طورناها، دخلنا ماده مثلا النحاس مع ماده البلكسي مع ماده الخشب مع الزخرفه مثلا على المواد الزجاجيه بهالشغلات، هي قطع زجاجيه صغيره مثلا زخرف فيها والامور هي. فانا اليوم كحرفي بعربات الضيافه اللي هي بتتقدم كنتوارات والصواني واللمبديرات وعلب الهدايا، صرنا نحن نعمل تشكيلات كثير منها، وصرنا نعمل يعني جماليه كثير فيها، ونطلع باشكال حلوه يعني بتغذي نظر المشاهد واللي عم يستوحي يعني اللي عم ياخذ القطعه ويستحوذها لنفسه. نعم. خلينا نحكي عن انشطه الشيوخ الكار الحاليه، شو هي؟ نحن النشاط شيوخ الكار المكثف هلا موضوع الحاضنه، قبل ما تساليني انا حكيت عنه يمكن تجاوزت.
موضوع الحاضنة الحرفية، هذا المشروع التنموي الوطني منركز عليه، وهي الحاضنة هي منوه على أنه هي لكل الحرفيين السوريين، ليس فقط اتحاد دمشق للحرفيين. نحن عم نستقطب، وهلأ في كمان أماكن شهرة يعني من خلال شاشتكم الكريمة، أنه أي واحد عنده إبداع وحرفي يتشرف يجي عند الجهات المعنية. طبعاً نحن كل ما عنا كثرة التعددية صارت المنافسة الأول. يعني بأي عمر بتستقبلوا؟ بكل الحرف اليدوية، عنا 30 حرفة يدوية تقريبا بكل الحرف، وين عنده إبداع مبتكر. بنركز على موضوع البروكار، البروكار كمان كان بارح في ثقافة كفر سوسة كان محاضرة عن موضوع البروكار، بدنا ننشط عملية البروكار، نحيي عن موضوع التراث اللي ورثونا الآباء، ورثونا الآباء والأجداد، وإن شاء الله هاي الحاضنة بتكون مثال لكل واحد حرفي وشيخ كار. نحن بنرفع راسنا حتى بالدول، وقت عم نطلع المعارض الدولية عم نقدم شرح مبسط عن الحاضنة، لأنه بدنا نستقطب كمان، هو تعاون دولي، نستقطب ناس حتى من غير دول، مو بس من غير محافظات، وإنما كمان من غير دول، ليصير تعاون. أبخازيا، جمهورية أبخازيا وقت كنا عندهم وكرمونا بآخر معرض دولي، أخذنا لهم بيت بهذا هي الحاضنة الحرفية، وكان تواصل، وهن بالمقابل عطونا بيت سوري بأبخازيا، وهلأ قريبا إن شاء الله بده يتدشن. يعني عم يصير تعاون حتى ببيروت، احنا شرحنا لهم عن موضوع الحاضنة وتبادل الخبرات، انه ما في اي مانع يجوا، في عنا شوية تخصصية لبعض الحرف، وانما ما في مانع انه نعلمهم لاشياء تانية بالحرف اليدوية، وهذا بالعكس احنا بنكبر. يعني وقت بروح الواحد على غير بلد بيقول والله انا تعلمت بسوريا، هذا فخر لنا كسوريين، ومو صعب علينا ابدا، لانه احنا اثبتنا الوجود حتى بالمحافل الدوليه، انه بنعمل بس حي مباشر للمنتج. يعني انا هلا هنيك ساويت، والسيد عمر كمان ساوينا قدام العالم تطبيق، يعني مراحل كلها هي عمليه تطبيق، وانما بتعرفي المعدات ما كلها موجوده، والناس انبهرت، ما بالك انه يصير بالحاضنه يجي كوفود ويشوفوا ويشاركوا بدورات متتاليه، ويشوفوا القطعه عم تتصنع من الالف الى الياء كحرفه كتير حلوة، وبالعكس منحطها وسام على صدرنا. وأنا بتشكر كل واحد حرفي، كل واحد شهكار، القيادة المركزية والسيد المحافظ وكل الوزارات المعنية والسادة الوزراء، أنه كيف عم يبدو اهتماماتهم بهي الحاضنة، هذا الإرث الحضاري، هذا إن شاء الله رح نرفع راسنا فيه، وهذا إنجاز كتير كبير لوطننا. يعني أكيد كل قطعة هي لوحة فنية بامتياز، عم تاخد منكم جهد وقت تعب كتير. حابين نحكي عن هي القطعة الخشبية، شو بتعني؟ هلا هاي القطعة المواضيع اللي استخدمتوها، نعم، اخذت وقت منكم؟ طبعا هي القطعة رمزها كبير، قطعة كثير بسيطة، هي عبارة عن خشب، انا عامل لهم لسان هون مشان تصير قوة. هلا هون في تفريق تقريبا شيء 4 ميلي مشان يصير تلاحم بين ما تتضعضع يعني، وهون انا عملت زاوية تقريبا مثل الموضوع، انه مشان يبين هون عندنا النشيد السوري، نعم، وهذا رمز للجمهورية العربية، نعم، السورية، الجندي المقاتل، تحية لكل جندي سوري اللي خلانا نقعد هون، يعني بنوجه لهم التحية، وعلمنا إن شاء الله بتضل الرايات مرفوعة بسوريا وبغير سوريا. العلم السوري عم نلاحظ إحنا العلم السوري يعني عم يرتفع، نعم، إحنا كحرفيين وشيوخ كار 6 إنجازات دولية بالأزمة بالمراكز الأولى، علمنا رفرف بالعلالي، وإن شاء الله بيلبقنا كسوريين العز، بيلبقنا إنه رايتنا تضل مرفوعة، والمنتجات اللي بتحمل الهوية السورية اللي عم تنتشر، نعم، بكل هذا العالم. هذا رمز الجندي السوري، رمز القوة واضحة، نعم، من مادة النحاس، والنشيد السوري جنبه كمان، النشيد السوري جنبه، نعم، يعني تصور يا إخواننا اللبنانيين كانوا عم يقتنوا هيك قطعة، مع أنه لا له نشيدون ولا جندي لهم، بس سبحان الله في تعاون، في محبة، في تآخي، نعم. هلأ إذا بدنا نحكي على المميز بالصناعة اليدوية شو هي؟ هلا يعني اجمالا بكل الحرف اليدويه، مثل ما تفضل الاستاذ عدنان، هلا في عندنا نحن شيء كان قديم وهلا هو حديث، يعني بس دخلوا عليه مثلا مثل صابون الغار، هذا شهره معروفه من قديم، كلنا متعامل فيه صابون الغار. اليوم طبعا صنع الصابون دخل عليه مواد معطره بتعطي روائح حلوه وشغلات منكهات حلوه،
مثلا في عندنا مثلا الخشب اللي كانوا يشتغلوا من زمان قديم، اليوم حدثوا عليه بتقنيات حلوه كثير، بطريقه مثلا بالرسم عليه، بس بالحفر بالحرق على الخشب بهالامور هي. بالنسبه مثلا للنحاسيات، النحاسيات صار لها دور كبير، كان النحاسيات من زمان محصوره بي 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 يعني بشغلات معينه، اما هاليوم انتشرت بطريقه اكثر بالنسبه للحرفه تبعها. نعم. استاذ عدنان، خلينا نعرف من حضرتك لما بتحاول انجاز اي قطعه من هي القطع المميزه اللي عم نشوفها، بتراعي الحداثه نوعا ما ولا بتراعي انه دائما ناخذ شيء القديم؟ لانه الناس دائما تلتفت وبتسال، بيكون عندها كثير اسئله، اشارات استفهام عن الشيء القديم، بتحاول تقتني دائما باي مرحله عمريه كانت. هلا احنا بطريقتنا، سؤال كثير مهم على فكره، بطريقتنا قدرنا نخلي صبايا تقتني الأشياء القديمة، لكن كيف بطريقتنا؟ يعني عندك قطعة قديمة من وحي التراث، نحن عم نعاصرها، عم نحط العصرنة بس البصمة القديمة تبع الجد والأب موجودة. يعني إحنا أي قطعة من النحاس، يعني هلا من زمان يعني الصبايا بالذات ما كانوا يحبوا اللون البرونزي أو لون القدم، اليوم حببناهم فيه وقت عم نحط شيء حديث بدلالات قديمة. يعني النحاس فرضا إحنا عنا ما يقارب 12 لون له، وصلنا على تقنية عالية. في عنا نعطيكي هلأ التقنية تبعنا، نعطيكي قطعة مصنعة جديد، لكن هي اللي بيشوفها بيفكرها أنه هي أنتيك قديم. كل شيء قديم له رموز، لأنه كان من فترة العمل تبعه بتعز عليه القطعة. تصوري قطعة من القطعة فرضا تأكل شهرين، قديش غالي عليه؟ يعني مثل ولد من أولاده الواحد عم تكون قطعة فنية عم يتابع فيها ويشتغلها من البداية للنهاية، كل يوم عم يضيف عليها إضافات، إضافات من زينه، إضافات من الطبيعة، إضافات من تاريخ الماضي، وبعدين بالنهاية وقت تكون يعني حتى وقت عم يبيعها عم يكون روحه معها، عم يبيعها بس بصمته عليها، هويته فيها، وحصل معنا إنه إحنا عم نبيع منتجاتنا بدلالات سورية واضحة، عم يحطوا عليها صناعات غير سورية. إحنا هذا الحكي بتعليمات من الاتحاد العام للحرفيين واتحاد دمشق للحرفيين، إنه وحتى مجد الشيوخ الكار لازم عنا اليوم دمغة. هلا هي قد ما كان الواحد بده يغير التاريخ تبع هاي القطعة، لا في دلالات مخباية. أنا هلا واحد من الناس بحط دمغة على التريا وبحط عليها مثلا شيخ الكار عدنان تنبكجي، وتنباع القطعة إن شاء الله بعد 10 سنين، بيجي واحد بحط عليها ميد إن إسباني أو ميد إن إيطالي، وخاصة بلبنان خليه يقدر من برا، لكن من جوا أنا وقت بفتحها بقول له هون هذا المكان موجود الدمغة. والله كتير منيح هاي القصة، الدمغة كتير مهمة لأنه تبقى يعني الهوية. هو اشترى القطعة بس ما اشترى الهوية. هلا إذا بدنا نعرف شو مشاريعكم القادمة، شو ممكن تخبرنا؟ هلا ان شاء الله نحن بنتمنى يكون نجاحنا اكثر هلا بمعارض خارجيه ومعارض داخليه، وانتاج يكون انتاجنا قوي اكثر، وبنتمنى كمان نحن كحرفيين نحن هلا يعني نوقف ايد البطاله اللي عم تكون. هلا نحن بنسمع انه في ناس ما وقعت يعني عمل، طبعا الحرفيين اليوم بيتضمنوا كلهم، المثقف واللي والامي واللي والصغير والكبير، هذا كله بيتضمن انه يكون يعني بمسار الحرفيين. فهذا احنا بنتمنى احنا للايام القادمه والسنين القادمه ان شاء الله نكون احنا نجاحنا كثير قوي على مستوى الداخلي ومستوى الخارجي. مثل ما تفضلت قلت لكم قبل شوي انه انا يعني احنا بهمنا نكون احنا على بكل مكان، احنا حتى وقت كنا نطلع على المنصات او كنا نحن نشاركنا نحن يعني حتى وقت احنا كنا بابخازيا طلعنا على اعلى قمه بالعالم، مثل احنا تلفحنا بالعالم السوري وكانت تيجي العالم تصورنا ويتفاجئوا ونحن كسوريين وصلنا لهالمنطقه هي، شو يسالونا شو انتم نحن شيوخ كانوا حرفيين، كانوا كثير سعداء بهالامر هذا. فهذا انا يعني ان شاء الله بعتبره انه هي الخطوه الاولى للالف ميل القادمين بالنجاحات ان شاء الله القادمه لنا ولبلدنا الحبيب. اكيد يعني حتى بالطاقم الحرفي اليوم عم بتلاقي مهندس، في اطباء يعني بيتصلوا معك، يعني بالاضافه يعني واحد عنده حب الاطلاع انه يكون عنده خلينا نقول هوايه، يعني حتى الهوايه اللي احنا بننميها. ومو غلط انه الطبيب يكون عنده خبره حرفيه او المهندس يكون حرفي او اي، احنا كل اطياف المجتمع اللي احنا بنخاطبها، واليوم كمان ذوي القدرات العاليه، هل واحد ما عنده ما بيقدر يشتغل بايده اليمين اللي احنا مش محرك له ايده شمال بمنتج لائق ومنستفاد من خبرته بايده شمال او بنظراته او بقدراته، التعاون كثير حلو وان شاء الله الخير جاي لقدام، والحاضنه اكبر برهان وان شاء الله رح تسمعوا اخبار كثير حلوه ان شاء الله. اكيد كلنا ثقه فيكم، بدي ارجع لكم الف مبروك، شكرا كثير لتواجدكم معنا، اكيد ناطرين منكم دائما التميز والابداع والمراكز الاولى وين ما كنتم موجودين لترفعوا اسم وطننا بالعالم. شكرا كثير. شكرا لحضرتك.